أعلنت وزارة النفط أن مجموع الصادرات النفطية للعام 2017 بلغت ملياراً و207 ملايين برميل، مضيفة أن الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 59 ملياراً و552 مليون دولار، وبمعدل 4 مليارات و962 ألف دولار شهرياً، بمعدل سعر بيع بلغ 49 دولاراً و241 سنتاً. أكدت الهيئة العامة للجمارك أن قيمة الإيرادات في العام 2017 بلغت مليار دولار، وبيّنت الهيئة أن عملية الإصلاح الجمركي ليست بالمهمة المستحيلة. وأكد وزير النقل السابق عامر عبد الجبار أن العراق يخسر 6 مليارات دولار سنوياً بسبب الفساد وسوء الإدارة فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية. ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وكردستان العراق في العام 2017 بنسبة 40% بعد أن أغلقت إيران منافذها الحدودية مع الأخيرة. ويوجد في كردستان العراق 1800 مصنع و351 شركة تركية تعمل في قطاعات الطاقة والتجارة والنقل والاستثمار والإلكترونيات، في حين يتواجد أكثر من 500 شركة إيرانية مختلفة. طالب وزير الموارد المائية حسن الجنابي من وزير شؤون المياه والغابات التركي فيصل أورغلو تأجيل إملاء سد أليسو التركي إلى شهر حزيران المقبل لضمان عدم إلحاق الضرر بحصة العراق المائية. جاء ذلك في إطار بحث الجانبين حصص المياه المشتركة بين البلدين. اتهم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية حسين العواد وزارة الكهرباء بالفشل بعد إصرار الوزارة على خصخصة الكهرباء والماء دون الشعور بالمسؤولية تجاه المواطن الفقير، وأضاف أن الوزارة أعطت الإنتاج والتوزيع لمستثمرين لبيع الكهرباء على المستهلك لسد فشل الحكومة.